ليا، محطتنا الأخيرة لليوم رح تكون ضمن عالم الإبداع والابتكار، وضمن المشاركات اللي عم بتكون بقسم الباسل للإبداع والاختراع. معنا ابتكار رح نحكي اليوم عنه اسمه CNC، رح نتعرف عليه أكثر وعن هالمشاركة. بيسعدنا نرحب بيه سيمون أمون، وهو مبتكر الآلي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا. يسعد صباحكم، صباح الإخباري السوري. أهلا وسهلا فيك. يعني بالبداية خلينا نحكي شو هو CNC، يعني شو هيدا المصطلح، ليش هيك الاسم، شو هو هذا الابتكار أو الاختراع الابتكار خلينا نقوله. سي ان سي هو اختصار لكلمة انه التحكم بواسطة الكمبيوتر، اسم العالمي للمكنة. تعتمد على العالمية المشهورة، أكثر شيء بتعتمد على 3 محاور موجودين. نحن قدرنا أنه نطورها، نركب محور رابع أي الحفر عن محور اسطواني. هالتجربة نادرة ببلدنا أو قليلة جدا كتجربة. أنا ما خليتها تجربة، أنا صنعتها مكنة جاهزة للاستخدام وللنزول بالسوق. سيمون، طب خلينا نحكي مين اللي بيستفادوا من هي الآلة أكثر، مين بيقدر يستخدمها، شو المجالات اليوم اللي بتغطيها؟ هلا دائما كل دولة قادرين نقيس مدى تطورها بمدى الصناعة الموجودة فيها. السي ان سي مثلا هي اختراع قديم جدا، واستخدمته الدول العظمى بصناعة السيارات، صناعة الطائرات، أي صناعة كانت دخلت السي ان سي بنسبة 90%. يعني اعتمدوا على الكمبيوتر مشان الدقة ومشان سرعة العمل. يعني قادرين نحصل على قطعة مستنسخة مئات المرات بزمن كتير كتير قصير. نحن بنتعب على أول قطعة فقط، بعدين قادرين أنه نعمل منها الكمية اللي بنحتاجها. هون نحن كان عم نحكي عن لغة الصناعة والإنتاج بأعداد كتير كبيرة. أيوة، نحن الفئة اللي بتستفاد أكثر شيء منها مثلا ضمن بلدنا المهن بشكل عام، نجارة، الحدادة، تصنيع القطع، المحركات، كمان بتلجأ للسي ان سي. طيب سيمون، خلينا نعرف حضرتك شو دراستك، ويمكن كيف وصلت لحتى تشوف هذا الابتكار او تدخله ضمن وسط صناعات عديده بسوريا. انا دراستي معهد صناعي، التحكم قديم. كيف تعرفت على السي ان سي؟ التحكم فكره قديمه عندي، يعني كنت احاول اي شيء بمجال عملي. انا بشتغل بمجال الديكور، يعني بالمجال النجاره والشيء التابع إلى. كنت انحت بدايه هي من 15 سنه، عملت منحوتات لمجسمات كامله. كنت دائما حاول استخدم الشيء المبرمج ليش لسهوله التطبيق ولدقته. اجيت انا الفكره بلشت عندي انه حاول قص بواسطه شيء مبرمج، قص الواح خشبيه بشيء مبرمج. اتطورت يعني هذا على محورين، محور اكس وواي. اتطورت بعد فتره قصيره جدا لصرت استخدم 3 محاور، يعني توداي يحفر، قادر انقل اي صوره من الموبايل للالي. اتطورت صرت احفر 3D، يعني مجسم كامل. حاليا قلت لك المحور الاسطواني قدرت احفر فيه، يعني هذا الموضوع كلياته ضمن زمن قصير جدا. قديش الفتره الزمنيه تقريبا؟ هلا الفترة الزمنية كانت بتنقاس بعدد التجارب اللي انقامت، لأنه التجارب نحن اللي كنا نقوم فيها ميكانيكي. طبعا الآلة بتتابع على الميكاترونيك، يعني الميكانيك والإلكترون. برمجيا ضمن بلدنا ما لنا قادرين نعمل فيها شيء، لأنه المتحكمات أو أسس الإلكترون، درايفرات، كل هالقصص هاي نحن بنستوردها. يعني كدولة ما لنا قادرين انه نصنعها، بدنا وقت طويل. ليش؟ لانه الدول الثانيه بلشت قبلنا بالتحكم من 50 سنه. ما فينا نحن مثلا انه نجي من بدايه شغلنا انه بدنا نصنع متحكمات. نحن فينا نصنع الجانب الميكانيكي تماما. هذا الجانب الميكانيكي بده ياخذ تجارب طويله لنحصل على النسخه الاولى اللي قادرين انه نطور هالقطاع. يعني نحن بلشنا ننفذها على ارض الواقع. المكنه هلا موجوده كمكنه صناعيه. نحن انت اليوم يعني جاهزه للنزول بالسوق. بالمعرض. هي موجوده طبعاً. بالمعرض ايضا. ايوه، انا للنزول بالسوق، مو تجربه، يعني ما ضلت تجربه ابدا، مجربه وخالصه. لا، جاهزه للعمل، يعني مكنه نفس المكنه الاوروبي.
تمام. طيب سيمون، خلينا نحكي شو الصعوبات اليوم اللي واجهتك بانت بابتكار هي الاله، شو راسم لها مستقبلا لهي الاله لتكون بمتداول الجميع؟ هلا الصعوبات عديده. اول صعوبه حسيت فيها انا من ضمن مشاركتي انه يعني بلدنا انه بحاجه وقت منيح انه لتوثق بالصناعه اللي بيصنعوها، مثلا الصناعه الصعبه خلينا نقول عنها اللي بيصنعوها مثلا اولاد البلد. يعني مثلا انا اجوا اشخاص عندهم ثقه بالصيني اكثر، مع انه قادرين نعملها ارخص من الصيني وكل عائداتها تكون ضمن البلد من ناحيه المعدن، من ناحيه التحكم، من ناحيه حتى الصيانه. يعني انا ما انا بحاجه انه خبير انه يعمل لها صيانه، انا مثلا المكنه اذا بتروح وين ما كان برمجيا انا قادر حل مشاكلها من انا يعني انا بمكتبي. اذا بتكون بحمص انا وانا بالشام قادر انه حلها برمجيا. يعني انا اتحكم بالمكنه برمجيا الشام. اوكي، من خلال الانترنت او ايوه طبعا الانترنت تماما. في حدا لفتت نظره المكنه ضمن الزوار؟ ايه طبعا طبعا، انا العدد حتى تفاجأت فيه انه العدد المهتمين كثير. يعني انا مثلا امبارح بتفاجأ انه مدراء الشركات مشاركين هون بالمعرض لشركات صينية او لشركات سويدية عم يسألوا عني بالمعرض. معرض الباسل اجوا لمعرض، دلوا عالم على الابتكار. ايه طبعا، ايه انه مثلا قطع انه مشغول ضمن البلد فيها مواصفات حلوة. انا مثلا التبريد عندي هواء، التبريد العالمي هو ماء. انا عامل مثلا طريقة، عامل جهاز استقرار، هذا كمان معدله على المكنة انه التبريد يصير هواء. يعني نحن بدنا القدرات السورية والعقول السورية يتم تبنيها بسوريا، ما بدنا لا الصين ولا دول تانية. ضمن الجناح اللي موجود في الباسل ومعرض الباسل للإبداع والاختراع، أكيد في كتير اختراعات وإبداعات موجودة. حسيت في شيء بيساعد يمكن ابتكارك بيطوره؟ كيف لقيت التفاعل حتى في طبعاً مع المشاركين؟ طبعا مجرد عرض المكنة بهيك أيقونة حلوة، يعني هي المعرض دمشق، لح تلتقى الشخص اللي عنده الفكرة بأشخاص كتير وأغلبهم يكونوا مهتمين. يمكن يكون محصور ضمن جامعته أو ضمن مدرسته أو ضمن الحي اللي هو فيه، ما يقدر ينشر هذا الشيء. معرض الباسل بيأمن له النشر، حتى نعم. مثلا معرض الباسل فكرته حلوة النشر المجاني لأي إبداع كان. نعم تماما. سيمون، من بعد هالابتكار اكيد يمكن صار عندك شجاعه او صار عندك القدره بابتكار شيء وتطوير شيء علمي اكثر واكثر، شو في فكره جديده قبل ما نختم؟ طبعا هلا انا الشيء اللي كنت عم ادرسه وجهزه مع مشاركتي بمعرض الباسل مع التجهيز له، كانت مشاركتي بسي ان سي ضخمه، يعني قادره تحقق انتاج كبير بوقت قليل جدا. يعني استخدام أكثر من رأس حفر، طبعا المكنة هي إلى رأس واحد، أنه نضيف لها رأس ثاني أنه يساعد يصير يعني عملية شخصين عم يشتغلوا لإنجاز عمل واحد، أولا بيكون نصف الوقت، ثانيا بيكون أسرع. يعني نعم. يعني بالختام بدنا نشكرك كثير سيمون أمون، كل التوفيق لك بابتكارك لهي الآلة، وإن شاء الله هيك منشوفها بالأسواق المحلية وحتى العالمية بأفضل حلة. شكرا كثير لك. ألف شكر إليك طون، ويعطيكم ألف عافية. لكل حدا حابب يشوف هالابتكار فيه يتوجه أكيد عمارة دمشق الدولية ويسأل عن سيمون لحتى يشوف هاي الابتكار ويستفيد منه. شكرا كثير لك، وشكرا للإرادة والقدرات يلي بتمتلكوها وعم تنفذوها على أرض الواقع من أجل إعادة الإعمار بسوريا. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية.